أهلا بك سيد ربيع. يعني حديث السيد الكاظمي حقيقة عن الدولة كذلك لا دولة، شحنة العنف الآخذة بالاتساع، وهو ما ورد أخيرا خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية على لسانه على يد جهات وصفها بالمتمارسة، بماذا يفسر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أخو السودد وإلى مشاهدي قناة الفلوجة. يعني حقيقة تصريح السيد الكاظمي هو صائب جدا. اليوم هو هناك نزاع بين الدولة واللا دولة. نحن إذا نريد أن نبني دولة حقيقية لها ارتكاز جيد يستطيع أن يؤمن سلامة الجميع، يجب أن لا تكون هناك لا دولة. يجب أن يقوم في البداية بنزع السلاح من جميع الفصائل المسلحة، وكذلك ملاحقة الميليشيات العابثة في الأمن. أيضا هذه اليوم حدثت هناك خروقات أمنية في البلد. كل ذلك نستطيع أن نقول أن الكاظمي هو حقيقة سائر في الاتجاه الصحيح، ولكن يجب أن يكون هناك دعم له من أطراف عديدة، من سواء دولية أو إقليمية. اليوم الكاظمي هو ساعي إلى تثبيت ركائز الدولة، ولكن مع الأسف الشديد هناك عقبات شديدة من الأحزاب اللي هي موالية لدول إقليمية في سبيل عرقلة الإصلاحات اللي يقوم بها السيد الكاظمي. نعم، يعني أين نقطة الشروع، أو كيف يمكن للسيد الكاظمي أن ينطلق من نقطة شروع معينة؟ وهو حقيقة يعني أقولها بصراحة أن نقطة الشروع قد بدأت يعني قبل أن نقول ستنطلق، وإنما هي بدأت حقيقة. اليوم هناك ارتياح كبير من قبل الشارع العراقي ومن قبل حتى لكن بعض يقابله أيضا يقابله أعتذر منك يعني سيد ربيع، لكن يقابله تعدد وتنوع أشكال الخروق الأمنية، آخر تلك الخروق ما حصل في كركوك ومدينة الرمادي. بارك الله بك أختي سؤدد، يعني صحيح كلامك كلش منطقي. حقيقة يجب السيد الكاظمي أن يلتفت إلى مقرات العمليات في المحافظات، وخاصة المحافظات اللي نستطيع أن نسميها المحافظات الساخنة في السنين الماضية أو في هذه الفترة. هناك لحد الآن هناك خلايا نائمة أو جيوب نائمة في هذه المناطق تستغل بعض الثغرات في أوقات مختلفة. حقيقة يجب أن يقوم السيد الكاظمي بالإعاز إلى قادة هذه العمليات، سواء في الأنبار، سواء في صلاح الدين، سواء في نينوى، في كركوك. يجب أن يعني دائما عيونهم مفتوحة. نعم. إلى مثل هذه الأمور. يجب يعني تكثيف الجهد الاستخباري في هذه المناطق، استغلال الناس المحليين، يعني الناس المدنيين في استقصاء المعلومة الصحيحة، القيام بدوريات، القيام في أيضا ملاحقة تنظيم داعش. يعني تنظيم داعش لحد الآن ترى موجود في بعض المناطق، ومنها سلسلة جبال حمرين، على القطاعات العسكرية أن تعمل من أجل ملاحقة تنظيم داعش. وأيضا أعتقد إذا ما تم ذلك أعتقد إن شاء الله الأمن والأمان لجميع العراق. هذا ما نأمله. يعني هناك أيضا استثمار لتلك الخروق في هذا التوقيت، هذه الخروق تستثمر من أجل ماذا سيد ربيع؟ أختي سودد، يعني حقيقة هذه الخروقات تستثمر من أجل زعزعة الأمن، وكذلك من أجل عرقلة خطى السيد الكاظمي اللي كانت مقبولة من قبل الجماهير العراقية، وكذلك من قبل بعض الساسة. أعتقد هذه تستثمر في سبيل عرقلة السيد الكاظمي، وكذلك خلق فجوة بين الشعب الكاظمي، ويعني مثل ما تعرفين يريدون تأليب الشارع على السيد الكاظمي. نعم، يعني خطوات الإصلاح فيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية، وتفضلت سيد ربيع بالإشارة بأنها بدأت بالفعل تلك الخطوات. يعني أيضا تعدد مراكز القرار الأمني كان يمثل مشكلة أو عقبة كبرى في إصلاح هذه المؤسسة، ولا زال كذلك؟
أختي سؤدد كلامك أيضا صائب جدا، يعني هذا هو اللي الدولة العراقية اليوم تعاني منه، تعدد القرار في المؤسسة العسكرية. احنا ليس عندنا مؤسسة عسكرية واحدة في العراق، عندنا عدة جهات. عندنا القيادة العامة للقوات المسلحة اللي هي متمثلة بوزارة الدفاع، عندنا هيئة الحشد الشعبي، عندنا يعني أمور كثيرة. يعني يجب أنا من وجهة نظري وقائلة سابقا أنه يجب اليوم تكثيف الجهد ودعم المؤسسة العسكرية الرصينة والاعتماد على الضباط المهنيين الأصلاء خريجين الكليات العسكرية. أنا يعني ضد أن أجيب لي ضابط لا يفقه في العلم العسكري شيء وأجيبه وخليه قائد عسكري، أو أجيبه وخليه في منطقة في مركز حساس في الدولة العراقية. إذا ما أراد السيد الكاظمي اللي هو أسعى هو القائد العام للقوات المسلحة أن يستقر الأمن في العراق، عليه أن يركز على القيادات العسكرية، وأيضا إخراج كل من هو خارج المؤسسة العسكرية ولا ينتمي إلى المؤسسة العسكرية بشيء، والإتيان بضباط أكفاء خريجين الكلية العسكرية وخريجين كلية الأركان. وهم من أفضل ما موجود. نعم، توضحت الصورة من أربيل، المحلل الأمني والعسكري السيد ربيع الجواري. شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.